ميتالا رمحي. أنا كنت في لجنة تحضير ملف استضافة الألعاب العالمية في أبوظبي. طبعا قدمنا هذا الملف في قبل تقريبا سنة وثلاثة أشهر. وعندما جهزنا الملف طبعا وجهتنا القيادة رشيدة أن نركز على إرث الألعاب. يعني طبعا نحن من أهم هذه من أهم الألعاب في العالم، من أكبر حدث عالمي إنساني ورياضي في العالم، ولأول مرة بتستضيف أبوظبي في الإقليم، يعني في المنطقة الشرق الأوسط في الإقليم. فطبعا إحنا لما جهزنا الملف كان في اهتمام شديد على إرث الألعاب وشو ممكن نقدم من برامج وسياسات جديدة تطور في أصحاب الهمم، وبالأخص الفئة أشخاص الإعاقات الفكرية. فطبعاً نحن شغالين على برامج وسياسات مع الشركات، وطبعاً مع وزارة تنمية المجتمع في تفعيل وتفعيل أصحاب الهمم في المجتمع. من أهم الأشياء اللي نحن ياسين نركز عليها في الإرث إنه يكون في برامج وسياسات تركز على اندماج أصحاب الهمم، وبالأخص أصحاب الفئة ذوي الإعاقة الفكرية في كل شريحات المجتمع، وتفعيلهم على إطار الاجتماعي والصحي والدراسي طبعا. وهذا التأكيد طبعا بيكون على بعد 2019، وبنكمل المشوار مع وزارة تنمية المجتمع والأولمبياد الخاص الإماراتي برئاسة الشيخة مريم بنت محمد بن زايد ومعالي شمة المزروعي وزيرة شؤون الشباب.